أمينة رئيسة جمعية التعاون للتنمية والبيئة، نقوم اليوم بوقفة احتجاجية لفتح مصب نهر أم الربيع، ونطالب بفتح المصب فورا، لأن كيف ما كتشوفوا اللون ديال المياه وحتى الأسماك، وهذه راهي المحيط الإيكولوجي اللي كيعيش فيه الأسماك راها انتهى، يعني النهر يحتضر. لهذا نطلب من الجهات المسؤولة بالتحرك لفتح مصب نهر أم الربيع، وكذلك معالجة المياه العادمة، إما بفتح، إذا كان هم ليسوا قد المسؤولية، قدر المسؤولية أكبر منهم، فتح مجال لشركات الاستثمار وفتح مناقصة لمعالجة هذا المشكل. وبالنسبة كاين هناك كانت شركة، ولكن هذه الشركة بدل فتح مصب نهر أم الربيع كانت تستح خريج رمال قعرية من البحر، مما أدى إلى هذه الكارثة. لهذا نطلب حلول جدية لمعالجة مسألة هذا النهر، لأن النهر أم الربيع هو هوية وجدانية، هوية وجدانية لكل ساكنة أزمور. لنا ارتباط به عميق، كما أنه كانت في القديم كانت الحضارات تقوم على ضفاف الأنهار، مثلا حضارة بلاد الرافدين أو حضارة الرومانية أو الإغريقية، وكذلك كان نهر أم الربيع كان قبلة للتجار. لهذا عار علينا كساكنة أزمور ألا نطالب بالجهات المسؤولة بأن تجد حلول جادة لهذا النهر ومعالجة المياه العادمة، لأن هذا التلوث تسببه حتى انسداد مصب، لأن الرمال تسد لنا المصب. في نفس الوقت معالجة المياه العادمة، كما أوجه رسالة إلى صاحب الجلالة شفاه الله أن يعطي تعليماته بفتح تهيئة ضفاف نهر أم الربيع كما حصل مع أم برقراق، لكي تكون انطلاقة تنموية بهذه المدينة، وكفى مدينة أزمور من التهميش. وكانت كخطوة أولى أننا بدينا الرأي ديالنا في الرمال، وكانت هناك معركة حتى مع مقالع الرمال تنهب في منطقة الولجة، يعني يتحايلون في أخذ رخص تنقية الرمال من الأراضي الفلاحية، ولكن هناك تدمير غابة، محميات غابوية تدمر من طرف مقالع الرمال العشوائية. أنا كنت في معركة مع هؤلاء. في نفس الوقت كان هناك الحجر الصحي، الكونفينمون يعني حدات من الحركة ديال الناس كلها. يلا كان واحد البصيص ديال الأمل هو هذه الوقفة الاحتجاجية، احنا صارعنا باش نوقفوا تحنا ونحتجوا ونطالب بفتح مصب نهر أم الربيع و معالجة المياه العادمة، إما بتوصيلها إلى البحر أو لا فتح شركات لمعالجة المياه وإعادة استعمالها.